السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم احلى الاكلات في مطبخ حور ونور. احنا النهاردة بإذن الله هنعمل وصفة، يعني هي سهل ممتنع كده. هنعمل ان شاء الله النهاردة شغل على الكانون البلدي. هنعمل الفراخ دي مشوية، هنشويها في فرن البوتاجاز. دي بعيدة عن الكانون طبعا. ديت الحاجات اللي انا هحطها: بصل وطماطم مقطع، وكل ده في الخلاط، وفلفل ولمونتين كبار، ومعلقة خل. والتوابل بتاعتنا عبارة عن معلقة ملح كبيرة، وفلفل اسود، وكارو، كركم، ورشة قرفة، ورشة شطة بسيطة كده حسب الرغبة. هحط المكونات بتاعتي دي كلها في الخلاط عشان اتبل الفراخ بتاعتي. ونرجع ايه لايه للمحشي بتاعنا. انا معايا المحشي، هحشي ورق الخس. احنا حشيناه مع بعض قبل كده، هنحشيه ان شاء الله تاني بالطريقه دي على الكانون ان شاء الله. والكوسه هنحشي ورق الخس على الكانون، والكوسه بتاعتنا ان شاء الله هي جاهزه. انا مجهزاها عادي خالص، مقورها ومخططها بالمقشرة بالمقورة، شايفين ما شاء الله. تمام. انا معايا بقى بالنسبة للخس بتاعي زي ما تعودنا المرة اللي عدت، انا غسلاه ومنضفاه، وهحط عليه مية سخنة من الكاتل دقيقتين اتنين بس. اغطسه في المية السخنة عشان ايه؟ اعرف الفه زي ما احنا متفقين مع بعض. تمام. انا هروح دلوقتي ان شاء الله احط ميه سخنه على ورق الخس، واتبل الفراخ بتاعتنا ان شاء الله، ونرجع تاني باذن الله نشوف هنعمل ايه على الكانون. اشوفكم بعد ما اخلص الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. خلاص يا حبايبي، رجعت لكم تاني اهوت بعد ما تبلت الفراخ بتاعتنا وحطيتها في الصينيه عشان ايه احطها في الفرن مع الكوسه. هنبدا دلوقتي نعمل الكوسه بتاعتنا. انا بحب احط اللي هو اللي في قلب الكوسة تحت في قاع الصينية عشان ايه تديلها طعم وما تنحرقش مني. هبدأ دلوقتي معايا الرز بتاعي. انا حطيت الرز والخضار لان ببقى مجهزة الخلطة بتاعت المحشي في الفريزر، فباخد منها كده. بتبقى عبارة عن البصل متدبل شوية على البوتاجاز، وتوابل فلفل وكمون وبهارات، والطماطم تتعصق كويس، ونحط لها الملح بتاعها وخلاص. نبدأ نقلبها مع بعض كده، ونحط نبدأ نعمل الكوسة بتاعتنا. اعبي الكوسة بسم الله ما شاء الله. ايه، انت لو عايزة تحطها في الحلة كده واقفة بالطريقة ديت عادي، هتبقى كويسة جدا برضه. بس انا هحط ديت المرة دي في الفرن بسم الله مع الفراخ. هحطهم الاتنين، احط الكوسة على البوتاجاز يا دوبك تغلي، وهحطها في الفرن مع الفراخ. تمام. لو عايزة تسويها على الوقفة كده على البوتاجاز ماشي، هتبقى حلوة برضو. هملى الكوسة بس مش هملها قوي عشان ايه الرز يستوي، اسيب له ايه براح ان هو يستوي فيه. تمام. هكمل بقى بقية الكوسة وازودها، هحط الشوربة تغلي على البوتاجاز، هزودها بحيث ان هي تبقى فوق الكوسة حوالي سنتي واحد بس مية، مش كتير، لان ده بيسرد مية وهو خضار اصلا. انا دلوقتي هكمل بقية الكوسة، واحط الكوسة والفراخ في الفرن، ونرجع تاني مع بعض ان شاء الله نشوف هنعمل ايه في المحشي بتاع الكوسة الخاص اللي هنجهزه ونحطه على الكانون. خلاص رجعت لكم تاني يا حبايبي اهوت بعد ما حطيت الفراخ والكوسة بتاعتنا في الفرن. دلوقتي انا حطيت بطاطس في القاع بتاع الحل، لان هي بتمتص ما تخليش قعر الحلة ينحرق. بصراحة انا بجربها على طول وبعملها. هنبدأ دلوقتي، أنا بدأت، هنبدأ دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم نعمل بقى الايه بسم الله ورق الخس بتاعنا.
تمام. اخلي الناحية اللي هي اللي بتلمع دي على الوش كده. طبعا انا بحط الميه السخنه على الورق بتاع الخص ده، ما سيبهاش على كتير عشان ما تنهارش مني. هعمل بقية الكمية كلها بنفس الطريقة ديت كده واصفها، وننزل بقى نسويها في على القانون زي ما اتفقنا. تمام. هخلص بقى بقية الكمية وانزل وازودها بالشوربة زي ما احنا اتفقنا، هو صمت واحد فوق الـ فوق الـ فوق الـ فوق اي محشي. تمام. هننزل دلوقتي بإذن الله نشوف هنعمل ايه لما اخلص الكمية ديت، ننزل نسويها على الكانون زي ما اتفقنا. خلاص يا حبايبي اهوت انا ولحت الكانون بتاعنا، شايفين ما شاء الله. انا بحط الاول، لو عندك خشب حط خشب، ولا لسه يا دوبك اهوت هيغلي معانا، على ما يغلي كده ويشكل هوريه لكم تاني. تمام. هتحط النار، حط شوية بشوية، تحط الناحية دي كده وبعدين تحط تدخلها لما تحمى كده وتسخن تدخلها جوه، وتحط غيرها الناحية دي عشان ايه تتنى النار تحت الحل. خلاص يا حبايبي شايفين ما شاء الله شكل معانا، شايفين شكل معانا. خلاص بقى ربع ساعة ولا حاجة كمان على النار مستمرة كده زي ما هي كده، واطفي عليه بقى. خلاص يا حبايب قلب اهوت الكوسه طلعتها من الفرن، شايفين ما شاء الله مستويه جدا اهي، والمحشي بتاعنا بتاع الكانون مستوي جدا، لحمه الفراخ بتاعتنا مشويه في الفرن. اتمنى حبايب قلبي الوصفه بتاعه النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم منا كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.